وتنضم إلينا من جسر الملك حسين آية السيد مراسلة القاهرة الإخبارية. آية، كيف هي الصورة الآن؟ نعم أحمد، بعد التحية، نحن نتواجد الآن عند معبر جسر الملك حسين تماما عند البوابة التي أغلقت اليوم، وعاد المسافرين كما ترون هناك يعني وجود للمركبات التي تقوم باصطحاب المسافرين الذين عادوا. هذه يعني وهذا المعبر أغلق اليوم بعد الحادثة التي حصلت من الجانب الإسرائيلي. لم تصدر أي بيانات عبر الأردن حتى اللحظة، ولكن وزارة الداخلية قالت بأنه هناك تحقيق جار حاليا من الجانب الآخر آخر لمعرفة ملابسات هذه الحادثة. بعد ذلك الأمن العام الأردني أصدر بيان بأنه سيتم إغلاق المعبر حتى إشعار آخر. بالتالي نحن لا نعلم ما سيحدث في الساعات المقبلة أو الأيام المقبلة، ولكن بسبب إغلاق هذا المعبر كان هناك حركة كثيفة للمسافرين الذين عادوا. يعتبر جسر الملك حسين الواقع في جنوب العاصمة عمان بالقرب من البحر الميت هو أكثر معبر عليه حركة تجارية وأيضا للسفر كبيرة جدا، بالرغم من وجود الحرب، ولكن كان هناك يعني حركة سريعة في هذا المعبر إن كان تجاريا وإن كان عبر المسافرين. اليوم بعد الإغلاق لا نعلم ما التفاصيل التي ستحدث في الأيام المقبلة، ولكن ما هو واضح بأنه يعني فعلا هناك تأثير على المواطنين، وأيضا هناك العديد من المركبات التي جاءت اليوم من أجل اصطحاب المسافرين الذين كانوا يعني بطريقهم إلى الضفة الغربية. ونحن طبعا بانتظار البيانات التي ستصدر من الأمن العام ووزارة الداخلية أيضا حول هذا الموضوع. نعم نعم آية، هل هناك أي معلومات عن هذه الشاحنة أو الشخص الذي قام بهذه العملية؟ نعلم أنه لا توجد بيانات رسمية، ولكن هل هناك معلومات متداولة؟ آية، إذن نتابع هذه الصور واللقطات للحادثة التي وقعت صباح اليوم عند معبر الكرامة، وكنا نتابع أيضا لقطات من جسر الملك حسين من الجانب الأردني، حيث تم التأكيد من جانب السلطات الأردنية أنه تم إغلاق هذا الجسر من الجانب الأردني حتى إشعار آخر، وأن السلطات الأردنية تجري تحقيقات شاملة حول هذه الواقعة. الجانب الإسرائيلي أيضا أكد بأن هناك تحقيقات حول كيفية وصول هذه الشاحنة إلى هذه المنطقة. ونعود مرة أخرى إلى جسر الملك حسين مع آية السيد مراسلة القاهرة الإخبارية. آية، كنا نسأل هل هناك أي معلومات متداولة حول الشاحنة أو حول من قام بهذه العملية؟ حقيقة أحمد، حتى اللحظة لا يوجد أي بيانات أردنية صدرت حول يعني هذا الشخص الذي قام بالعملية من الجانب الإسرائيلي. جميعها معلومات صدرت عبر الإعلام الإسرائيلي، ولكن للأسف ما هو مؤكد بأنه فعلا يعني عبر إلى الجانب الآخر من جسر الملك حسين. لم يتم يعني وضع أي تفاصيل في البيانات حول يعني السبب من هذه الحادثة أو هذه العملية أو عن عمره أو وظيفته أو أيا كان، ولا يوجد أي تفاصيل أردنية. الأردن اكتفى فقط ببيان وزارة الداخلية الذي قال بأن التحقيقات لا زالت جارية، وهذا طبعا الطبيعي أحمد في مواقف مثل هذه. عندما يحدث في مثل هذه الحوادث في الأردن، الأردن طبعا لا يصدر أي بيانات لحين التحقق وأيضا معرفة ملابسات هذه الحادثة، معرفة كافة التفاصيل. بعد ذلك سيصدر بيان شامل من وزارة الداخلية أو من الأمن العام حول هذه التفاصيل. ولكن ما أستطيع قوله لك الآن من خلال رصد الموقف حاليا في معبر جسر الملك حسين، هناك فعلا تواجد للمسافرين، منهم من ينتظر، منهم من بقي على جنبات الطريق ينتظر إن كان هناك أمل في فتح المعبر اليوم، منهم من ينتظر أن تأتي مركبة أن تقله إلى محافظة أخرى لحين يعني التأكد إن كان هذا المعبر سيبقى مغلقا أو سيفتح في الساعات المقبلة. ولكن البيان الذي صدر عن الأمن العام يبين بأنه حتى إشعار آخر، لكن فعلا هناك حركة وهناك اكتظاظ للمسافرين متواجدين حاليا هنا في هذا المعبر. نحن نتواجد
في المعبر الذي من خلاله يدخل المسافرين، ولكن من الناحية الأخرى هناك أيضا معبر الشاحنات وهو مغلق بالكامل. هناك شاحنات فعلا عادت إلى الجانب الأردني، وهناك شاحنات تم يعني نستطيع القول مصادرتها أو وقوفها في الجانب الإسرائيلي من أجل التحقيق معها، ولكن حتى اللحظة لم يتم يعني إصدار أي بيانات التأكد. هذا الموقف، هناك معبر للشاحنات التجارية أو للتجارة، وهناك معبر صحيح للمسافرين. هذا صحيح أحمد، نحن سأشرحها لك جغرافيا. هذا الجسر، جسر الملك حسين، الواقع بعد منطقة البحر الميت في جنوب العاصمة عمان، لديه بوابتين، بوابة هي مخصصة للمسافرين والتي نحن نقف عندها الآن في تلك المنطقة. من الناحية الأخرى هناك بوابة مخصصة للشاحنات وأيضا للحركة التجارية. الشاحنة الأخرى كان الأردن يستخدمها بالأيام الماضية من أجل يعني القوافل التي كانت تذهب إلى قطاع غزة، وأيضا القوافل التي اتجهت إلى الضفة، لكن اليوم مع ما يحدث من إغلاقات لا نعلم كيف ستكون الحركة التجارية وأيضا حركة المسافرين. ولكن هنا كما أنت تلاحظ يوجد اكتظاظ للمسافرين وأيضا للمواطنين من أجل معرفة المصير، إن كان يعني سيكون هناك إعادة لفتح المعبر أو يعودوا إلى أماكنهم لحين إصدار بيانات جديدة من الأمن العام. نعم آية، الجانب الإسرائيلي فرض إجراءات أمنية مشددة من ناحية حدوده مع الأردن، هل هناك في ناحية جسر الملك حسين إجراءات مختلفة عن العادة بعد هذه الحادثة؟ سنعود إلى آية الساد مراسلة القاهرة الإخبارية، كانت معنا من جسر الملك حسين بالأردن، سنعود إليها خلال خدماتنا الإخبارية التالية.